كل باب والله حبيت اجرب القهوه. مش كلهم بيجوا بقول لك على الجوفه رجعتك يا زلمه. لسه صار لي 5 ايام اهلا وسهلا البيت اشوف انا بعد مرات على فكره بعد مرات باجي بتكفي نفسي بجرون بحب ارجع ذكريات زمان وبعدين اصحى على الغوا صار لك 22 سنه 20 ما شاء الله زمان يعني صراحه وصاحب البيت انا ترحل اصحاب البيت ترحل كثير رحل لسه البيت لهم ولا باعوا؟ لا لهم البيت لسه لهم سكن في لبنيات امتى رحل؟ كان جمال ساكن هون؟ هو والدته وزوجته لا رحلوا جمال زمان امتى زمان يعني؟ يلا بطلع حوالي 10 سنين يا زمان هذا بتدخل بيت ابو شادي انت كمان اللي كانوا بتدخل جوا بيت ابو شادي هذا جمال هذا اللي هون اي جمال ايوه بضلك تحكي لي عنه ونوفا توفت اسمها توفت نوفا ابو شادي ابو شادي نوفا هي حبيبة الشعب بتعرف المختار هاي مدرب فايز هي بتعرف المختار ما حد كان يقدر عليها مين كمان لسه بالحارة هون؟ نوفا و هلا فيش غير اولادها هون خضر خضر وعاطف وعمر عمر ايوه هذا الصغير بالارضية بالظبط عمر هلا بالسعودية راح السعودية عايش بالسعودية زمان وما في دار ابو عصام الشايب راحوا رحلوا كلهم تعرفهم يعني عرفهم 22 سنه صار لك دار ابو نضال حفيظ كمان ابو حفيظ كمان هاي حارته حفيظ هلا بتطفي في بيت سحور والله اللهم صل على سيدنا محمد اخوه الثاني نسيت شو اسمه سليمان 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 هلا بنى في ماركه الجنوبيه شربيات شرب العقبه اظني لا هل بيشتغل مع نقول هذا خطر فرع بس فرع العقبة لا بالعقبة هلا ودوا ابن ابو زياد اذا بتعرفه نصري هو زياد هو زياد ابنه زياد هلا سلموا فرع العقبة وسليمان سلموا عمان شو بيضيع البزنس شو قطع غيار والله قطع غيار سيارات يا اصلا هي الشغلة الوحيدة اللي ماشية بالبركة قطع غيار السيارات هي ماشية بالبركة جيبوه من الصين كله من برا اكثر من الصين كله بيجيبوه وابو نضال حكته كلهم رحلوا ابو نضال طبعا اغلبهم مستاجرين صاروا لا مش نضال يا منذر 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 كل الحاره رحلت ما بلكي سكان الحاره الاصليين اللي انت تقريبا 80% كله بس منذر توفى شو صار يعني الدكتور ناصر كمان اللي هون بدك تعرفه لا والله دكتور ناصر هذا من زمان بالحارة لما سكنت كان موجود بالحارة هو ما كانوا شو تخلوا كمان الناس يقول ما بعرف ليش هم طبيعتهم هاي هدول خلال ما عمره يعني من بي ما عمره مشكلنا معهم ولا شيء حتى أنا 22 سنة ما تدخلوا شيء مرة أو مرتين بس ما بتدخلوا أما الجارنا اللي فوق الدكتور أتوقع أنك تعرف إذا شفت بتعرف بجوز يمكن ناسية أنت لما سكنت بالحارة كان موجود و ابو محمد هذا البقاله حبيب الشعب هذا هلا بطل يقدر يمشي لبنان مش اختيار السلام عليكم بعد دكان هلا فتح محله تبع غاز فتح محله تبع غاز وجنبه من فوق فتح محل كنبيات تنجيد كنبيات يعني عايش عايش موجود شوفه عم شوفه الله يسلمك جمال ابن ابو سهيل ابو سهيل أنا كنت أسمع عن دار أبو سهيل وهذا أبوي أولاده صدقا أنا كنت أسمع عن دار أبو سهيل أولاده يا سلام يا أبي لأنه كيف كان أعمارنا كان 10 سنين و 12 سنة و 18 سنة وكنا أنا اللي خلاني أعرف عنكم في زميلي اللي مدار الصيفي كان يجي على الحارة هون كان يلعب مع شباب الحارة هون لهم مطبعة تحت الصيفي؟ بالضبط موسى الصيفي والله هو بيعرفكم على فكره بجوز ناسيه هلا عنده مطبعه ما شاء الله عنده مطبعه مودعيه في عمان هون عنده فرع بالسعوديه لا والله ما بعرف مش متذكر اول مره اسمع لحد دار ابو عصام انا حكي مات انت مظبوط ابو عصام ابو عصام مات وعصام شو صار فيه؟ والله لا اذكر بس طلعوا من الحاره بعد ما طلع من الحاره وعصام انا وعصام وعماد كنا اصحاب دائما تربينا مع بعض
نروح على الأمير حسن. هو اللي بقى هون بالبيت بعد ما راح طلعوا كلهم، ظل عماد وزوجته وولده بس. بنوا فيلا في البنيات وتركوا البيت هون أجروه. وعماد ساكن عندهم قبل المصنع. طيب دائما انك كنت 22 سنة مبسوط معنا مرتاح. شوف هون مبسوط بس الحارة بعد ما راح على أصحابها خربت. لا صدقا يعني قبل حوالي 9 سنوات كانت الحارة هون هادية جدا. هلا تغير. يعني كل بقول لك انت مثلا عفوا ساكن بحارة المسبية بقول له والله نيالكم. ما فيش مسبية بعد خالص. فيش عندكم دوشة. لا مو شوف يعني كانوا دار أبو شادي. كانوا دار سليمان. أبو زياد كان دار معيمان. يعني خلطتي مع الناس أنا كانت قوية جدا. فلما رحلوا صاروا يجيبوا مستأجرين. المستأجرين ما بتعرفوا مين هم. صح. ما شاء الله كلهم مخلفين لي دزينات وفلتوا لك اياها. هيك سامع ما هلا شفت اللي هون عم بشوف السياره راجع كده. ولا اخوي يا راجل كيف بتروح بتطلع؟ لا بطلع بطلع. والسيارات تعرف انت قديش مسافه هيك طول. هذا راح سرع وهذا جاي. هيك سامع. هذا ايش هذا؟ 9 سنوات اطفال صغار هذول. ده اللي بضرب هذا فتشات. فتش من دروب الصغار بالله. طب تسألوش يعني ايش خلفوا؟ ما بسألوش. تسألوش حتى لو خلفوا. يعني في اولاد صغار بالحاره ولده هون هلا ما شاء الله صاروا شباب. وما بتنجي. يعني هلا الحاره ما بتنطال. تغيرت. تغيرت كثير. يا الله اول كانت هاي. وما فيش اشياء فيش بس ايامنا احنا. خلينا كنا شو مبسوطين. وين رحت انت؟ لو كنا شباب يعني قضينا اي طفولتنا خلينا نحكيها قضيناها هون ولا شوف بالجوفه هيك بتمنى من رب يقول يا رب ترجع ايام ورا ورا الايام السبعينات نرجع نعيش الحياه اللي كنا عايشينها بالسبعينات. بتعرف انا بيت هذا النظيف؟ تعرف هذا النظيف؟ بقول لك لما بيجي على بالي بروح بقعد على السطح سافينيو ترجع ايام زمان